إن الصراصير هم فقط من يأكلون على هذه المائدة. إجلاس مغولي عليها يعني إجلاسه في حضن أعدائه. أتيت من أجل العمل أو لأهدم قلعتك. هناك أربعة أبواب لسوغوت، لا بد من أن مالغاي قد زرع أتباعه وأعينه هنا، لذا سنتسلل من هنا من خلف السوق إلى هنا. دخولنا سيكون سهلا، لكن سنضطر للقتال أثناء الخروج. إن شعر الجرذان بوجودنا سيتهافتون لقتلنا. موران، سوغوت من حقنا وسندافع عنها. سندافع حتى آخر قطرة دم، حتى وإن خرج لنا جنكيز من قبره. أولا سوف نعلم المغول ومن ثم العالم بأسره من هم الأتراك، وسنعلمهم أن ثمن إيذائنا هو الدم. ما الذي تريده من ملكتك صوفيا أيها القائد بالغاي؟ أخذت كولوجا وسيطرت على كل ما في داخلها بلسانك الحلو. من الآن هذه القلعة لي، وأنت سوف تعطينني قلاع الولاة الآخرين. فهمت؟ أجل، طالما أن يد بالغاي القوية تعرف إلى أين ستحملني، فستكون مهمتي هي خدمة هذه اليد والولاء لها. ليس بعساكري فقط، بل سأطيعك بدم وروحي أيضا أيها القائد بالغا. في هذه الحالة سأرفع سيفي المغسول بدم الأتراك من أجلك يا ملكتي. عائشة، عائشة، لم أعد أحتمل طيش زهرة ولا انعدام مسؤولية دوندار. يحملون عثمان كل شيء ويظنون أن عثمان قد خضع لعلي شار مثلهم، لكن هذا لن يحصل. لقد قاد العرف ولم يسمح بسحق سمعة الكاي. ماذا سنفعل الآن؟ إن استمروا هكذا سيسلمون عثمان للمغول. لدينا 3 أيام، يجب علينا أن نتصرف. سيدتي، أنت بخير سيدة سيلجان؟ إن حالنا مثل حال قبيلة سيد قد خنع لغدر المغول، ولا يوجد خبر من عثمان. أنا قلقة جدا عليه. لا تقلقي يا سيدة سيلجان، عثمان بخير. حقا بالا، أخبريني أين هو وكيف حاله. سوف أخبرك، ولكن أولا ماذا يحصل هنا؟ بالغاي يريد عثمان، ودوندار لم يعترض على طلبه، إنه راض بتسليم عثمان.
بالغاي أعطاه 3 أيام، إن لم يأتي له بعثمان خلالها سيحرق القبيلة بأكملها. بالا، ابقي هنا، أنا سأخبرهم. بسرعة يا جونجا، الوقت ضيق. عثمان قادم مع شيخي يا سيدة سيلجان. بإذن الله سيقفون بوجه المغول، فإما أن ننال الشهادة وإما أن نستمر أحرارا. إن شاء الله. لا يجب أن يعلم أحد أنني هنا. حسنا، لا تقلقي يا ابنتي، لقد أتيت وأثلجت صدري بخبرك، لقد أرحت قلبي، شكرا لك. لقد خرج عليشار من اللعبة، الملك الجديد هو بالغاي. لا تنسي أبدا أنه يمكن لأي بيدق صغير أن يسقط ملكا يا صوفيا. مات الملك، يمكنك اعتبار عثمان ميت، فإن لم يستسلم بالغاي سيحرق قبيلته بأكملها. ذهب أديب علي من السوق. عندما يجدهم بالغاي سيقتلهم. لم يعد للأغيين طوق نجاة يتمسك به، ولكن كيف سنتخلص من بالغاي يا أبي؟ لكل شخص نقطة ضعف، وأنا أعرف نقطة ضعف بالغاي جيدا. إلى أين تذهب يا أبي؟ إنه الوقت المناسب لزيارة بالغاي، بفضلك أنت عرفنا ما الذي يريده. ستعطيه ما أراده إذن. بحمى الرب أيها السيد يانس. ماذا سيحصل يا علينا أن نفكر جيدا. علينا أن نتصرف. نحن لا نستغني عن أراضينا أبدا. لنأمل خيرا يا رجال. اهدأوا قليلا. حسنا سيدي، منذ أخذت وكالة السيادة والمصائب تنهال علينا، والآن أتى المغول. ما الذي يريدونه منا؟ أمهلوني 3 أيام من أجل تسليم عثمان. كل هذا الأذى والمعاناة من أجل عثمان؟ فلنسلمه إذن. هل تظن أنك تقدم له خروف من القطيع؟ عثمان أمانة أبي لي. وماذا عن أبنائنا؟ هم في أمانة من يا سيدي؟ فليأتي السيد ويهتم بقبيلته ويرعاها. ليس عثمان فحسب، أنا لن أتنازل عن هدب من رايات القبيلة. هل ستضحي بالقبيلة من أجل عثمان؟ المسألة ليست بعثمان، بل هي حريتنا. ألم تفهم حتى الآن؟ اسمعني يا سيد غوندوز، نحن لن نشفع بالحرية ولن نطعم أطفالنا كلاما فارغا. طالما أننا أحياء نرزق لن نخضع للعدو أبدا. نحن الكاي، نحن نخضع أكبر حكام الأرض ولا نتنازل عن حريتنا. ما هذا الخضوع أيها الذليل؟ كفى كفى. ماذا تفعلان؟ هل جننتما؟ احترموا مجلس السيادة وعودوا لرشدكم. ألا يوجد سيد لهذا المجلس؟ ما هذه التصرفات؟ اجلسوا.
لن نجلس، فهذا وقت الحكم يا سيدي. أصدر حكمك لنعرف ما تميل له. حكمي واضح بقدر هيجان المغول الآن. إن عرف الرسول الذي أعطى نفساً لأوغوز يقول إن بالاتحاد قوة. لن نجابه المغول، وسننتظر قدوم عثمان. وماذا إن لم يأتي؟ اطمئن ولا تشغل نفسك بالأمر، فنحن نعرف أبناءنا يا حضرة الحداد. عثمان مجنون، ولكنه يبقى ابننا ولن يترك قبيلته، فعندما يعلم حتى وإن علم أن روحه هي الثمن سينهض ويأتي. أين هو؟ هل أتى؟ سيدي سيكون هنا بعد قليل. يانيز من رهبان كنيسة مارغريت، لقد مضت سنوات طويلة وانظر تقابلنا مجددا. أتيت لأنهي عملنا الذي بقي ناقصا. الشيخ أديب علي، أيها القائد، مثلما قتلنا أخي إفرين معا سنقتله هو أيضا. ماذا جلبت لي يا يانيز؟ ما هذه الأسماء؟ من هؤلاء؟ بلاجيك، إينيغول، هارمان كايا، تلك هي أسماء رهبان الذين يعملون معي في كل القلاع. بعضهم قادة للقلاع، وبعضهم جنود، والبعض حكماء، وهناك طغاة وسائسون، وكلهم بأمر واحد مني سيكونون جاهزين لخدمتك. ولماذا تفعل هذا يا يانيز؟ من أجل ابنتي. من هي؟ صوفيا. أتيت إلى هنا لأعطيك ملكة الجميلات، وكي أساعدك في السيطرة على القسطنطينية يا قائد بارغاي. أجدادنا يقولون صديقك القديم أحق بثقتك. سوف أعطيك فرصة
وسآكل من الطعام الذي قدمتموه، ولكن إن لم يعجبني الطعام الذي قدمته ابنتك لي لن تنجو، لا أنت ولا ابنتك من غضبي. أتمنى أن تفهم ذلك جيدا. نخبو جنكيز خان العظيم وأنسباؤه. سيدي، أظنهم شددوا الحراسة. أنتم انتظروني هنا، سأخذ كونور وأخرج، لكن قد نضطر إلى القتال عند الخروج. أبقوا عيونكم مفتوحة يا إخوتي. حاضر سيد سامسة. عما تبحث يا سيد عثمان؟ انزلوا سيوفكم. لقد نصبوا كمينا يا عثمان. أرجوك انتبه يا سيدي.
نحنقكم بدمكم يا أوغاد. الكثيرون من أمثالك أصبحوا طعاما لكلابنا. تعال. وصلت إلى نهاية الطريق. تعال وقاتلني. أتعرف ما يحصل للكلب الذي يرغب بأن يصبح أسدا يا ابن دوندار؟ يقتل بجانب الكلاب الأخرى لكي يصبح عبرة لمن اعتبر. أيها القائد، لقد هرب عثمان، لكننا أسرنا مقاتليه. سوف يعود من أجل كلابه. سنذهب نحن هذه المرة يا كونغار. سنقيم مأدبة من الدم في قبيلة الكاي. سيتعلمون الاستسلام أمام قدرتك يا سيدي. ماذا فعلوا بك يا أخي كونور؟ لقد حولوا وجهك إلى خارطة معقدة. ما هذا الكلام الفارغ؟ لا يمكنهم أذيتي، إنني كالأسد. كالأسد؟ أسد جريح. Ha ha ha.
أتلمسني أيها الرقيب سامسة؟ إن أخي صامد وقوي كالأبطال، عظيم في قوته ولا يمكن لشيء أن يهزه. ليس أنا، البطل الحقيقي هناك ليس أنا، فهو تمرد وحارب وقاتل بشراسة. هو من أرانا أن القوة في القلب وليست في الجسد، هو من أرانا البطولة. هذا صحيح. أيها الغازي عبد الرحمن، أرى أنك شرد، ما بك؟ لقد تعلمنا الثبات في الحرب والمرابطة من الشجعان المخضرمين الذين شابت لحاهم في طريق الغزو مثلك أيها الغازي. أجل لقد شرد، أخاف أن يؤسر شجاع مثل السيد عثمان بحال فكر أن يحاول إنقاذنا. لا قدر الله أيها الغازي. آمين آمين. سيد سامسة، ماذا سنفعل الآن؟ لا تقلق يا بوران، فلا غالب إلا الله ونعم بالله. آمين. الحمد لله أننا سللنا السيوف وقاتلنا مع الحق ولم نظلم أحدا قط. ألم نقل إننا لن نتعب ولن نستكين أو ننهار؟ ألم نقسم إننا لن نستسلم إطلاقا أمام اللصوص والأفاعي التي تنفث سما؟ أليس كذلك يا كونور؟ صحيح يا بوران؟ أجل هذا صحيح، لقد أقسمنا أيها الرقيب. إذا مهما بلغ ظلم الظالمين ومهما فعلوا ومهما آذونا وعذبوا أجسادنا فلن نتراجع. قولنا واحد وموقفنا واحد ومبادئنا راسخة وثابتة. فليحل بنا ما تخبئه لنا أقدارنا، وإن كتبت لنا الشهادة فيا أهلا بها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أصحاب اسمعوني جيدا الآن، سيدة جونجا ماذا هناك؟ كيف هو حال القبيلة؟ سيء يا سيد عثمان، سيء جدا. المغول يريدونك، والسيد دوندار قد خضع لهم، وعليه أن يسلمك خلال 3 أيام. فقدنا كل شيء يا شيخي عثمان. تم احتلال كل بقعة من سوغوت، دوهمت كافة القبائل، وكل الأسياد قد أسروا. عثمان، حتى مقاتلي بأيديهم. عثمان هيا انهض. سأعطيك مثالا من أزهى العصور، عصر نبينا. سوف أخبرك بما حصل معهم في غزوة أحد كي تفهم ما هو العبء.
اسمع، ذلك اليوم عندما توجه المؤمنون والمشركون للمعركة، هل تظن أن ما عاشه نبينا الكريم كان سهلا عليه؟ يومها تركه 300 محارب في منتصف الطريق، كما أصيب بالسيف في وجنته وتمزقت شفته بسبب حجر وكسر سنه، وبالطبع بعد ضربة السيف التي تلقاها سالت الدماء من جبينه المبارك، وفي طريقه إلى مكة سقط في أحد الحفر التي حفرها المشركون في الطريق والتوت ركبته وفقد رفاقه، وحتى عمه أسد الله سيدنا حمزة رضي الله عنه مات في تلك الحرب. حتى في هذه الحالة قال: أرجوك يا ربي ارحمهم، فإنهم لا يعرفون الحقيقة. هل تعرف لماذا حصل كل هذا يا بني؟ لأن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفذ بشكل كامل، لأن المؤمنين الذين رأوا هروب الكفار في بداية الحرب قد تركوا جبل الرماية وركضوا وراء الغنيمة. إياك أن تنسى يا بني، فهذا هو أهم مذهب في تاريخ الإسلام القديم. عندما يتشتت المؤمنون يمسك المشركون زمام الأمور. ما يقع على عاتقك الآن هو ألا تتشتت، وأن تستجمع نفسك وتستجمع قوتك. قبيلة الكاي تمثل جبل الرماية للمؤمنين في ولاية بيثينيا يا بني، وإن تركنا ذلك المكان سوف يعيث المشركون فسادا وظلما في أراضينا. الآن قبيلتك وخيمتك وقضيتك بحاجة رعايتك، اهتم بهم كي ينهض المؤمنون ويذل المشركون يا بني. أشعر باليأس يا شيخ. سيدة غونجا، اسمعي ما سأقوله جيدا. اذهبي إلى زوجة عمي سيرجا. لن أرجع يا سيد دوندار. يمرى اتركوني جاننا، اتركوا معه.
أجل روح جنكيز خان وانتقاما لموته. بالداي جاء. بني ابقى شامخين، لا تشمتوا الأعداء بنا يا أبطال. والآن سنعلم الكلاب أن يطيعونا ويستسلموا لنا. من لا يقف بوجه الظلم ينحني للظالم. أيها يا أخوتي، أيها الأبطال، تحملوا. يا الله يا الله. الواقع مر وجارح مثل السكين حاد. انظروا، لقد جلبت لكم الأسرى. ساعدهم يا الله. الله أكبر. اتركوهم، ساعدكم الله. دعوا رجالنا أيها الزبناء. كن معنا يا رب العالمين. ودنا بالقوة وبالصبر يا الله. من الواضح أنكم نسيتم. سنذكركم أن الرأس الذي لا ينحني أمام المغول يقطع.